السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم موجز أخبار التاسعة صباحا. تتواصل اليوم عمل مؤتمر جامعة الأزهر الدولية الثالث للبيئة والتنمية المستدامة الذي يعقد على مدار 3 أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان تغير المناخ والتحديات والمواجهة. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الإسلام ونصوصه الكريمة تؤكد ضرورة الحفاظ على البيئة والطبيعة وحمايتها، داعيا إلى تجريم الأعمال المؤدية إلى الإضرار بمقدرات البيئة. هذا ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المصرية للتحضير لقمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2022. تطلق وزارة الصحة والسكان حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات للمصريين والمقيمين في مصر، ذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال المستهدفين. وأوضحت وزارة الصحة أن حملة التطعيم ستستمر 4 أيام وتهدف لتطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45,000 فريق يضم 90,000 عضو خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 900 وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، وأشارت الوزارة إلى خروج 888 متعافية من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 311,637 متعافية. في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا نحو 810,000 حالة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 50 مليون بعد أن سجلت أكثر من 75,000 إصابة جديدة و455 وفاة. هذا وأعلنت الصين رصد حالتي إصابة بمتحور كورونا في مقاطعة من وسط البلاد. أما في أوروبا فقد أعلنت هولندا إغلاق البلاد في فترة عيد الميلاد سعيا لاحتواء التفشي المتسارع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وفي فرنسا دعا المجلس العلمي الحكومة الفرنسية إلى فرض قيود كبيرة وسط مخاوف من تزايد الإصابة بكورونا على أثر الاحتفالات برأس السنة، بينما أعلنت بلدية باريس إلغاء عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المقررة في جادة الشانزليزيه ليلة رأس السنة. وفي العاصمة البريطانية لندن أعلنت السلطات جاهزية الأجهزة العامة والتنسيق الكامل تحسبا لأي زيادة مرتقبة في الإصابات بمتحور كورونا. لقي 4 أشخاص مصارعهم أثناء تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا. وأعلنت الشرطة الأسترالية أن الطائرة سقطت شمال شرقي بريسبين، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها ما أدى لمصرع جميع ركابها 4 ومن بينهم طفلان. وذكر مجلس سلامة النقل الأسترالي أن أعداد تقرير عن السبب المحتمل لتحطم الطائرة سيكتمل في غضون 6 إلى 8 أسابيع. عاود بركان سيميرو الإندونيسي الثوران في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذكرت السلطات الإندونيسية أن أعمدة الرماد تصاعدت بشدة على ارتفاع 2 كيلومترين، ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن نطاق ثوران البركان. جدير بالذكر أن ثوران بركان جبل سيميرو قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصا وفقد الكثيرين مع نزوح الآلاف. يجتمع في باكستان اليوم وزراء خارجية عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل مساعدة أفغانستان بعد 4 أشهر من استيلاء حركة طالبان على السلطة. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الاجتماع لا يعني الاعتراف الرسمي بنظام طالبان، لكنه محاولة لمد يد العون إلى الشعب الأفغاني. ووفقا لمنظمات الإغاثة الدولية فإن أفغانستان تواجه انهيارا اقتصاديا وشيكا وكارثة إنسانية في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، خاصة مع تجميد أصول بمليارات الدولارات خارج البلاد معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم موجز أخبار التاسعة صباحا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.